السلام عليكم، أنا أبو حسن من مدينة حلب، نازح بمارع، طلعت من حلب أيام القصف وأنا زلمة معين لأربع أولاد. أكبر واحد عمره 11 سنة اسمه حسن، جنان عمره 10 سنين، وبلال عمره 4 سنين، وأصغر وحدة بيناتهم بيان عمره 6 أشهر. أنا كنت أشتغل مصلحتي ومدرجي والحمد لله كنت ماشي حالي وعايشين. من طلعنا من حلب ما في شغل من مصلحتي، صرت اشتغل عامل عمر عمار اشيل تراب يعني، قام حالتي وسائت. انا كان معي هنا بعمود الفقري قبل الثوره، وبالأزمة التعب وهيك ضرب على النخاع الشوكي واثر على اجري، وبده اجري له عمليات بالمنطقه ما في. اهل الخير هون بميرع بعينوني من الايجار، بعينوني يعني معيشتي حاليا، وانا بترجى ارجع امشي مثل ما كنت واحسن. نحن بركين بالغرفة اللبن، غرفة اللبن عبارة عن دف وعمار قديم، وانا واربع اولاد وعائلتي يعني 6 اشخاص فيها بركين بالغرفة. بالشتاء تر علينا مي، اهل الخير سووا لي اياها، والاكياس هون على الدف هيك حطينا اكياس حشيناها مشان العقارب مشان الوسخ وتراب ما يهر علينا. والله صلي انا بارك الله 2 سنين وشوي من وقت يعني وقت عن حيلي طاول 2 سنين وشوي. اهلي الخير هون بميرع ساعدوني على الايجار على معيشتي، يعني هذا اللي بصب لنا اكل، هذا اللي بيعطينا ايجار يعني بيدفع لنا لمنا ايجار البيت. ويعني وضعي سيء ميكن سيء، وبتمنى من اهل الخير وإلا بشوف هالفيديو المقطع يتساعدني بس يعني المعالجة أرجع أمشي أقوم على حيلي. أنا ما بحسي أبرق على الأرض، على الأرض صلي 2 سنين مش شطاح بركت على الأرض مثل العالم، وإذا بدي أنام على ضهري بحط مخدتين عيليات ركي عيليات يعني تقريبا 40 سنتي سماكة لأحسن أنام على ظهري، لا مش شطاح صفحتي اليسار أو اليمين. وإذا بدي أقوم واضي حاجتي بقوم سندوني أولادي صغار بسندوني بطالعوني لبرا بقوم بوضي حاجتي. يعني عندي الباب مكسر، شفت عينكم مكسر الباب، على اذا تواليت ما في قديم ما له باب وما في حنفيه، وانا بدي يعني حدا يطلع علي ويساعدني. واهم شيء يعني اقوم امشي على اجري عشان ما ارجع يعني اقوم اطلع اولادي اسعى فيهم اشوف طلبات الحياه. وانتم شفتوا حياه صعبه، كلت الحليب هذيك الحسبه، بنتي صغيره عمرها 6 أشهر بدها حليب بدها حفوضات. اهل الخير هن بدقوا علي بحنوا علي امي يا رق. يعني ارجو من المسؤولين، ارجو من اهل الخير، ارجو من المنظمات يعني طالعوني برات على تركيا اني اصور واسوي العمليه وارجع امشي لاولادي اطلع قدامهم. والله يجزي الخير لكل ساهم وطلع وبسعى بساعد هالدراويش والعجزة والمرضانين. الله يجزي كل خير. انا معي الحناء بالعمود الفقري اسباب انقراض فقرات 2 الطولة والتعب ينحني قوس ضهري تقويس، والتعب التعب صار ضغط عليه من كتر الانحناء ضرب على النخاع الشوكي. هون تعالجت درت على المستشفيات طلبوا مني صورة رنين مقطنيصي، جيت اصوره ما حسيت افوت بقلب الجهاز اني انا محني ضهري كثير مقوس. حالوني على تركيا، بناشد اهل الخير يساعدوني والمنظمات تساعدني افوت على تركيا اتعالج ارجع اعيش اولادي الاربعه، وما اعتز حدا ارجع واقف اجري وعايشهم.